في بداية الثلاثينات اتبنت عمارة كانت مضرب الأمثال، وكل الناس عارفة اسمها لأنه كل المشاهير سكنوا فيها تقريبا في وسط البلد. عمارة الإيموبيليا كان ساكن فيها عبد الوهاب، أسمهان، ليلى مراد، كل الناس النجوم ذلك العصر. والحقيقة إن هي شكلها في الثلاثينات مختلف عن شكلها دلوقتي، هي لسه موجودة طبعا، إنما في الثلاثينات كانت كل العمارات والمساكن صغيرة، فكان شكلها هي ضخم وعملاق وحاجة كده مبهرة. دلوقتي شكلها عادي وسط العمارات، يعني لأن كل العمارات بقت كبيرة. المهم إنه صيت وشهرة العمارة دي جالها من شهرة اللي سكنوها. مرت سنين وفاتت أيام والحال غير الحال. من 10 سنين تقريبا الجرائد نشرت عن جريمة قتل حصلت في العمارة الأشهر في وسط البلد، عمارة الإيموبيليا. أحد السكان ارتكب جريمة قتل جوه العمارة. يجي بعد 10 سنين مؤلف ومخرج يقرر أنه يخلي الجريمة دي بشكل ما محور فيلم سينمائي. فيلم مش بس هيتعرض في السينمات قريبا، إنما كمان هيعرض في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بنفس عنوان المانشيت اللي نزل من 10 سنين، جريمة الإيموبيليا. عمارة الإيموبيليا عمارة قديمة وعريقة مليانة حكايات وحكايات. دي حكاية منهم. وحضرتك جاية لضيوف النهاردة؟ ها؟ أنت اتجننت؟ إزاي تعزم واحدة ما تعرفهاش إلا من على الفيسبوك في شقتك؟ اسكت بقى. انا مش هتاك، ما تكلمنيش الا ما تخلص الروايه. خلصت؟ اوعدني انك انت هتخليني في اذنك. اوعدك مش بعيد يكون حد في عليها عشان تعمل معاك كده كمان. انت بتريد طول الوقت ليه؟ سيبني في حالي بقى يا اخي. انت اللي غبي يا اخي، غبي غبي. انا عاوز نسكت. انا عاوز 20,000 جنيه زياده. انا خايف يا حبيبي، جالك اللي عايز يفضحك ويشهر بيك يا بيه. الهموني بوليس. عبدو، عبدو تقتل. انت كنت متاكد قوي ان هو مش هيتكلم ولا يفتح سيره عن الموضوع، وبعد كده الراجل اتقتل. تقصد ان انا قتلته؟ عرفت ان انت راجل مريض ومعاك فلوس كتير قوي. اوه، ومعاك الذهب والفلوس اللي عندك. ده انا في مصيبه يا استاذ، مصيبه، محدش هيلحقني. حضرتك هو ليه ما فيش صوره للمدام والاولاد؟ عشان ما بحبش الذكريات. هي البلد ده حصل فيها ايه؟ كل ده موت. سمح، كل ده دم. لازم تروح دكتور نفساني. انا مش مجنون يا حبيبي. انا مش همشي كمان. الله يرحمك يا عبدو، وكان ديلك نجس. صناع الفيلم، المؤلف والمخرج والابطال. المؤلف والمخرج خالد الحجر، والنجم هاني عادل، والنجمة ماهر السباعي.